السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكم من شوق إليكم يأسرني وفيض من حنين ما عدت أقواه، ما أجمل نلتقي كل ليلة كل وقت في كل زمن نتذاكر وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نلتقي لأوصيكم وتوصوني، نلتقي لكي أذكركم كذلك تذكروني، نلتقي لكي نفرح بهذا الشهر، نفرح بهذه الليالي، نفرح بهذه الأيام. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير ما يجمعون. هنا مسألة مهمة جدا أحبتي الكرام أريد أن نقف عليها، وهو أن هذا الشهر نزل بساحتنا وهو فرصة للتجارة مع الله سبحانه وتعالى وهذه الليالي، لكن هو أمانة عندنا، لا بد أن نؤدي الأمانة إلى من أتمننا. أمانة نهاره بالصيام، أن أمننا الله على نهاره بالصيام، نعم، فلا حقيقة نفسده بغير ذلك. كذلك أمننا على ليله بالقيام، أمننا على كلامه بقراءته، أمننا على كذلك إخوان المسلمين بأن حقيقة نعينهم ونكون عونا لهم على طاعة الله سبحانه وتعالى. أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. هذه مسألة مهمة جدا، أن هذا الشهر أمانة عندنا، أمانة بنهاره، أمانة بليله، أمانة كذلك بما فيه من القرآن وإطعام الطعام واتباع سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. أيها الأحبة، نحن في هذه الليالي بحاجة أن نعلم أن هذا الشهر هو بركة وخير وحفظ وسعادة ورضا. من هذا أريد أن أقف وقفة مع رجل قد لا يذكره كثير من الناس حقيقة، النجاشي، وهو الذي النبي صلى الله عليه وسلم أرسل له الصحابة أمانة عنده. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة في الهجرة الأولى والثانية: هناك ملك عادل لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق. فلما ذهب إليه الصحابة أمنهم، نعم أمنهم، كانوا أمانة أرسلها له النبي صلى الله عليه وسلم أمنهم، وهو كان على النصرانية. فلما أسلم على يد جعفر زاد فضلا وزاد خيرا، حتى أنه لما أتاه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الكتاب ووضعه على رأسه وعلى عينيه وجلس يبكي ثم يقول: لولا الملك لذهبت إليه وغسلت قدميه وقبلت ما بين عينيه. وأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم هدايا وعطايا. ولما مات النجاشي في السنة التاسعة خرج النبي للصحابة وقال: لقد مات الليلة رجل صالح، هكذا زكاه النبي، رجل صالح، قوموا فنصلي عليه، لأنه أدى الأمانة التي عليه، وهو حفظ هذا الدين وحفظ الصحابة وأمنهم، وكان عند العهد وعند الوعد. وأجل ذلك والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان لما فتح مكة وعند الكعبة كان معه المفتاح، وأراد علي والعباس رضي الله عنهم أن يحتفظوا بالمفتاح لهم. هنا هذه الأمانة، النبي صلى الله عليه وسلم استدعى عثمان وأعطاه المفتاح، قال: خذوها خالدة تالدة. ما أجمل نعلم أيها الأحبة أننا مؤتمنين في هذا الشهر على النهار بالصيام وعلى الليل بالقيام، ومؤتمنين على كلام الواحد العلام: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. تدبروا وكونوا عند العهد والوعد الذي بينكم وبين الله في هذا الشهر، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم اقبلنا ولا تردنا، اعطنا ولا تحرمنا. اللهم اجعلنا من المقبولين، اللهم اجعلنا من المقبولين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من العتقاء، اجعلنا من السعداء، اعفو عنا يا من يحب العفو، يا من رحمة وسعت كل شيء ارحمنا، يا أهل التقوى والمغفرة اغفر لنا. اللهم إنا نسألك أن تعيننا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك، وبلغنا ليلة القدر واكتب لنا فيها عظيم الأجر، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.